ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة إيمان المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. أستاذة إيمان، بداية، هل شراء المدة الافتراضية تتأثر بعد التعديلات على القوانين المتعلقة بالتقاعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم بالمشاهدين الكرام. بالنسبة للمدة الاعتبارية اللي احنا نقصدها المدة الاعتبارية التي تضاف بدون تمويل، أما المدة الافتراضية المقصود فيها شراء الخدمة الافتراضية فلا تتأثر، لا بيتأثر فيها الشخص عندما يشتري خدمة افتراضية، فبتكون موجودة ضمن مدة خدمته. نعم. إذا أستاذ إيمان، هناك أيضا من يعني يجمع معاشين تقاعديين، حيث ورد في المرسوم بعدم الجمع بين المعاشات، هل المتقاعدين الحاليين أو المتقاعدون الحاليون سيتأثرون بهذا الجمع؟ عدم الجمع بين المعاشات التقاعدية بتكون للمتقاعدين الجدد، بحيث أنه ما يكون في معاش جديد حق متقاعد معاشين من صندوقين مختلفين. أما المعاشات للأشخاص اللي موجود لهم معاشات حاليا من صناديق مختلفة وهم غير خاضعين للتأمين، فهذول إن شاء الله ما راح يتأثرون. نعم. إذا الأستاذة إيمان المرباطي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.